شيء رائع بالتأكيد، ودي يمكن غرفة ملابس منتخب الصين أكيد مشهور بالتنين طبعا، اللقب بتاعه التنين برضو. يا كابتن خالد عايز أرجع لك في فكرة المدرسة الشرق أسيوية، وهم اللي بدأوا يخطوا خطوات. اليابان وكوريا تقريبا حضور دائم، هم صعدوا كأس العالم مرة واحدة 2002 مع مدرب عظيم الصربي طبعا بورا ميلوتينوفيتش، وبالتالي بيحاول برضو مارشيلو ليبي ان هو يحط الصين في الواجهه. انت عارف ماتشات من النوع دي لما تجيب ناس من قارات مختلفه، يعني لما تجيب منتخب اوروبي مع منتخب لاتيني مع منتخب اوروجواياني طبعا من المدرسه اللاتينيه زي ما بقول، اكيد بتحط الفرقه في محك مختلف غير لما بتلعب اسيا. وادي مارشيلو ليبي جه على السيره العظيمه اهو حضرتك بتتكلم. صحيح. بص مبدئيا الناس دي ما بتعملش اي حاجه كده بالصدفه، يعني في خطط وفي دراسات شغاله وفي فكر شغال، معنى ان انا عايز احط الصين واجيب مدربين كبار واجيب لعيبه باسماء كبيره، فانا عايز اعدل الواجهه على الدوري الصيني، معنى ان انا بقول يا جماعه هي مش فلوس بس، خلي بالك يعني هي بتيجي في الاول، انا بجيب اللعيبه اللي هم عندهم اسم كبير ويقدروا ان هم يخشوا الدوري الصيني، عشان بعد كده لما اجي اتعاقد مع حد بعد كده يبقى عنده الفرصه ان هو لك لا ده الدوري الصيني بقى قوي جدا. هو ايه اللي خلانا لفت انتباهنا؟ احنا بقى لنا فتره طويله قوي بعيد عن الدوري الصيني، يعني ما بتركزش معاه. اللي لفت انتباهنا ليه هو اللعيبه الكبار والمدربين الكبار اللي راحوا يلعبوا في الصين او يشتغلوا في الصين، زي الدوري الامريكي. الدوري الامريكي انت برضو كنت بعيد عنه، وبعدين في الاخر ابتدى يجيب مجموعه من اللعيبه الكبيره، اذكر منهم بيكهام مثلا. ابتدى احنا نبص للدوري الامريكي، وابتدى كمان نشوف امريكا بتوصل وبيبقى عندها كره احسن، وابتدى الناس تروح عليها. تيري هنري اسامي كبيره جدا، اللعيبه الكبيره ابتدت تروح هناك. فانت هو فكره من ان انا باخد اللعيبه الكبيره والاسماء المدربين، ان انا عايز ابتدي احط اول الدوري على الشكل العالمي، يبقى انا عندي مجموعه من اللاعبين يبتدي. طب الجمهور مليار ومليار وشويه، طبيعي جدا تنظيم. بص التنظيم هو بيشتغل على كل حاجه. صح. اللي انا احط الصين في 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 مجال كره القدم، في الواجهه، في مجال كره القدم، ان انا اشتغل عليها بكره. هو مش شغال النهارده على فكره، هو مش فارق معاه ان هو يوصل السنه دي كاس عالم ولا يوصل بعد اربع سنين كاس عالم، لا هو بيدور ازاي ان انا عندي الرقم الكبير ده ان انا اشتغل عليه، بس انا هشتغل عليه ازاي وانا ما عنديش اصلا الطريق الاولاني، وان انا الناس كلها تبتدي تبص على الدوري الصيني، وابتدى الناس تروح الدوري الصيني. ما عندوش مشكله انت دلوقتي لما بتيجي تتفاوض مع واحد مع لعيبه من اللعيبه الكبار والاسماء الكبيره دي، مش ممكن هتتفاوض معاه فلوس بس، ما هو هياخد فلوس فيه في الدوري القطري في فلوس، في الدوري المصري في فلوس، وممكن ياخد الارقام اللي هو عايزها. بس هو بيفكر ان انا عايز ان انا بعد كده يبقى في لعيبه. انا اعتمد على تامر كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ان انا نجحت في كل حاجه الا كره القدم لغايه دلوقتي. صحيح. الفرق ما بينه وما بين اليابانيين طبعا وكوريا وكوريا حضور دايم في المونديال. ليه؟ اليابان كوريا ليه؟ تخطيط مختلف. تخطيط مش كده؟ خلاص يبقى احنا بنتكلم على حاجه معينه هي اللي وصلت اليابان ان هو بقى في كاس العالم، هي اللي بتوصل كوريا في كاس العالم. التجربه الكوريه يا كابتن خالد تشابه الى حد كبير اليابانيه. صحيح. اطلاق النجوم للاحتراف في العالم. وبالتالي بقى في كوري في الدوري الانجليزي اهو في توتنهام، الراجل بيتالق بشكل كبير، بقى في المانيا، بقى في هنا الصين واقفه في الحته دي. طيب. ربما الفكره تتغير. خلاص خلينا نرجع لينا احنا برضو لمصر. انت بقالك كام سنه ما وصلتش كاس عالم، لما بقى عندك نجوم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه واقوياء وليهم اسم، وصلت كاس عالم. يبقى احنا بنتكلم هي الفكره ازاي ان انا يعني اوصل اللعيبه بتوعي ان هم يبقوا في مكان تاني، فابتدي ان انا اخد منهم اللي انا عايزه، ان انا وصلت كاس عالم. فانا مش عايز اقول ايه التجربه الصينيه فشله، لا هو هينجح فيها، بس هو عايز الكره تخش الصين الاول بشكل محترم، وبعد كده هيبتدي يخرج اللعيبه تحترف بشكل واضح. انما في الاخر انا عايز اروح للتجربه بتاعتي انا. لما انا ابتديت اخرج اللعيبه بتاعتي وبقى ليهم اسم قوي، ابتدى في الاخر اوصل انا كاس العالم، اوصل ان انا يبقى عندي مجموعه لعيب. دلوقتي محمد صلاح انت بيضاهي كل الاسماء اللي في الدنيا، وانت بتتكلم ان محمد صلاح دلوقتي هيروح ريال مدريد، هيروح هيفضل في ليفربول. فانت بتتكلم على لعيبه لما بتاخد الفرصه
وبيبقوا كويسين بتوصل لكاس العالم. هو ده اللي هيحصل في الدوري الصيني. بعد شويه هتلاقي اللعيبه خرجت وهتلاقي ان الدوري الصيني ابتدى يبقى فيه الاهتمام بيه سواء جوه او بره. لما في الاخر احنا بنعرض المباريات دي عشان نتعلم. تمام. حتى لو هتاخد حاجه صغيره انت بتتعلم.